السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، الحلقة الأولى من أنمي جيماي سيكاتسو. لهذا لو أعجبكم هذا الأنمي وتريدون الجزء الثاني منه فجروا المقطع باللايكات، وكذلك لا تنسوا تنشروا المقطع مع أصدقائكم، وأهم شيء صلوا على الحبيب. ويلا بينا تبدأ الأحداث مع يوتا الذي كان في المنزل مع والده والذي صدمه بخبر جديد، وهو أنه قرر أن يتزوج من جديد. هو صدم في تلك اللحظة ولم يجد أي كلام يقوله ليكمل والده كلامه، وقال له أنه تعرف على فتاة في إحدى المطاعم التي ذهب لها مع مديره، وهناك تعرف عليها وهي اعتنت به جيدا، ليرد عليه ابنه أن هذا يبدو كالاحتيال. لكن والده كان متأكد بأنها ليست كذلك إطلاقا، بل هي إنسانة جيدة جدا، وسوف يلتقي بها هذه الليلة وسوف يعرفها على يوتا. يوتا تفاجأ لأنه سوف يلتقي بزوجة والدها المستقبلية اليوم، ليقول له والده أنه سوف يعرفه عليها اليوم بعد نهاية العمل. يوتا في تلك اللحظة كان يقول مع نفسه أن هذا قد يكون قرار طائش آخر من والده، لكن لا يمكنها الاعتراض، لهذا قال له مادام الأمر يسعده فهو لا مانع لديه وسوف يستمر بالقيام بعمله كالمعتاد. ليقول له والده أنه سوف يحظى بأخت جديدة، فهو تفاجأ تلك اللحظة مرة أخرى لأنه سوف يحصل على أخت، والتي سوف تكون من جانب زوجة والده. هم في اليابان يعتبرونها أخت، وبالفعل عند نهاية العمل ذهب يوتا ووالده ليلتقوا بالزوجة المستقبلية، والتي كانت سعيدة جدا بلقائهم، وهي أيضا أحضرت ابنتها التي تعرفت على يوتا وقالت له أن اسمها أياسي ساكي. هو مرة أخرى تفاجأ لأن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، لكن والده قال له أنهما تقريبا في نفس العمر، وهي تدرس في السنة الثانية ثانوي، لكن يوم عيد ميلاده سوف يكون قبل يوم عيد ميلادها بأسبوع. بعدها قرروا أن يأخذوا بعض الوقت ليتحدثوا معا، والبنت قالت ليوتا أنها مطمئنة لأنهم سوف يبدأون بالعيش معا، وهي كانت قلقة جدا من أن يكون الشخص الذي سوف تعيش معه شخص مخيف، لكن يبدو عليه أنه ولد جيد، ليقول لها هو حتى أنه ليس متأكد من ذلك، فالأشخاص المخيفين فعلا يبدون لطيفين غالبا. وهي قالت له أنها سمعت بأنه يعمل يوميا للإدخار من أجل الكلية، بالإضافة إلى أنه يحرز درجات جيدة. ليرد عليها هو أنه الكثير من المجرمين أذكياء في الواقع، لكن هي بدأت تضحك عليه، لكن هو في المقابل كان مطمئن لأنها تبدو بنت جيدة أيضا. بعدها خرجوا معا، وهي قالت له أنه قبل أن تخرج أمها وأبوها معا هناك شيء تريد أن تناقشه معه، وبشكل أدق هناك شيء لا يمكنها أن تقوله لأي شخص آخر غيره. ليرد عليها هو هل اكتسبت ثقتك خلال هذه الفترة القصيرة؟ حقا أنا مندهش من نفسي. لتقول له هي أن حس الدعابة عنده وطريقة كلامه وطريقة تصرفاته كلها لينا، لذلك هي تظن أنه يمكنه فهم ما سوف تقوله لها الآن، فهي لا تتوقع أي شيء منه، لهذا هي تريد منه ألا يتوقع أي شيء منها. وسألته هل فهم ما تقصده، لكن هو فاجأها بردة فعله لأنه قال بأن الأمر جيد جدا، وقال أنه الآن مطمئن حقا. هي كانت تنظر له باندهاش، لكن ردت عليه أنها تشاركه نفس الإحساس. ليقول لها هو أنه من الأفضل أن يحافظوا على الموقف الذي بينهم فحسب، يعني لن يكونوا أصدقاء كثيرا، لكن سوف يحاولون أن لا يكونوا أعداء أو يختلفوا كثيرا، سوف يحاولون أن يبقوا أشخاص عاديين، وسوف يعاملون بعضهم البعض بشكل عادي جدا. وفي اليوم التالي الأب بدأ رحلة التنظيف الخاصة لمنزله، لأنه يريد أن يبدو المنزل جيد جدا ونظيف ولا يوجد فيه أي رائحة كريهة قبل أن تصل العروس لمنزلها الجديد. وبالفعل وصلت وأحضرت معها الكثير من الأشياء كهدايا وكعربون شكر على استضافتهم. بعدها دخلوا والزوجة الجديدة كانت سعيدة برائحة المنزل اللطيفة وقالت له أنه مرتب حقا. ليقول لها يوتا أنه لكي تنمي عقل الصحي يجب تنمية بيئة صحية أولا، بالإضافة إلى أن التنظيف للتخلص من كل الغبار والروائح السيئة هو من تقاليد عائلة أساموراء. بعدها خرج الأب ليرحب بالضيوف الجدد وقال لهم أهلا ومرحبا بكم في منزلنا المتواضع. هم ردوا عليه شكرا جزيلا لكن شكله كان مضحك. بعدها يوتا أخذ آياتي لكي يريها غرفتها وقال لها أنهم أحضروا سرير وستائر جديدة، لكنهم ليسوا متأكدين من اللون الذي تحبه هي، لهذا يمكنها تغيير اللون عند الضرورة. وهي شكرتها على كل شيء لكنها كانت متفاجئة من أن الغرفة كبيرة جدا. هو رد عليها
أنه يعتقد أنها عادية جدا، لهذا مستقبلا يمكنها أن تضيف الأشياء التي تريد، لكن هي كانت سعيدة ومتفاجئة لأن في منزلهم القديم لم تكن لديها غرفة خاصة بها. ليسألها هو هل كانوا يستخدمون الفراش الممدود لينام عليه هي ووالدتها، لتقول له لا، لأن أمها كانت تعمل ليلا، لهذا كانوا يعيشون جدولين زمنيين متعاكسين. ليقول لها هو أن هذا الأمر سوف يكون أكثر راحة، لكنه يعتذر لأنه سوف تضطر للعيش في منزل مع رجلين. لترد عليه هي أنها لا تبالي لذلك، لكن هناك أمر واحد وهو لماذا يتكلم معها بلطف. ليسألها هو لماذا هذا السؤال، لتقول له أنهما في نفس السن، لهذا لا داعي للرسميات. ليرد عليها هو أنه ربما السبب هو أنهم في نفس العمر. لتقول له هي لماذا لا يتكلم معها كما يتكلم مع أصدقائه في الفصل، وليس من الغريب أن يتكلم مع أصدقائه بتلك الطريقة الرسمية طول الوقت، بالإضافة إلى أنه ليس من حقها انتقاده، لكن إذا كان يحاول أن يكون لطيف معها فحسب فهو ليس بحاجة لذلك إطلاقا. ليرد عليها هو أن هذا ليس ما يحاول فعله بالضبط، وهو سألها هل هي تفضل ألا يتكلم معها باللغة الرسمية. لترد عليه أجل، لأنه بصراحة هي تعتقد أن الكلام بعفوية مريح أكثر، بالإضافة إلى أنها ليست شخص يستحق كل هذا الاحترام على أي حال. ليرد عليها هو حسنا سوف أتخلى عن الرسميات إذن، لكن قد يكون من الصعب عليه أن يعاملها نفس المعاملة التي يعامل بها الصديق المقرب، لكن هو يقدر صراحتها معه واتخاذها الأمور ببساطة لأن هذا سهل بالنسبة له أيضا. وهي ضحكت عليه وقالت له أن هذا ما توقعته، بالإضافة إلى أنه سوف يكون شيء نافع أن يستطيع تلطيف الأمور بهذه البساطة والسلاسة. بعدها هي قالت له أنه عندما تحدثت بخصوص هذا الأمر مع صديقتها كلهم سخروا منها. ليرد عليها هو أنه يبدو الأمر سيء جدا وهي تعاني بسببهم، لتقول له أنها قطعت روابطها معهم جميعا ما عدا واحدة. ليقول لها هو أنه يؤسفه هذا الأمر، لترد عليه هي أنها تقطع علاقاتها مع الأشخاص الذين لا يستحقون وجودها في حياتهم. بعدها قرروا أن يبدأوا في توضيب أغراضها، وهو عرض عليها المساعدة وهي قالت له أن هذا اللطف منه، وبدأوا يخرجون الأغراض ويضعونها في مكانها. بعدها هو سألها هل هي تذهب إلى سيسي، لتقول له أجل، وسألت هل هو متفاجئ من أن فتاة مبهرجة مثلها تذهب إلى مدرسة تحضيرية. ليقول لها في الحقيقة ليس ذلك ما قصده، لكن هو أيضا يدرس في تلك المدرسة، وهو اعتذر منها، لتقول له أنه ليس هناك أي شيء ليعتذر عليه. ليقولها هو أنه سوف يحاول جاهدا أن يتصرف في المدرسة كأنه لا يعرفها، لتقول له هي أنها لا تكترث للأمر فهي بخير في كلتا الحالتين، لكن رغم ذلك قد يكون من الأفضل له أن يفعل ذلك ويتظاهر بأنهم لا يعرفون بعض. لكن قبل أن يسألها جاء اتصال من العمل وقالوا له أنه عليه أن يأتي للعمل اليوم، لهذا هو ذهب. لكن البنت التي تستغل معه قالت له أنها لاحظت بأن هناك رائحة خاصة بالبنات تفوح منه، وسألت هل حصل على حبيبة أم أن هناك شيء آخر. ليقول لها هو أن تتوقف على هذا الهراء، لكن كان يتساءل هل حقا تفوح منه رائحة خاصة بالبنات لتسأله عن الشيء الذي فعله حتى علقت به هذه الكمية من الروائح الخاصة بالبنات. لكن هو لم يرد عليها، لتسأله عن أختها الصغيرة التي سوف تنتقل لمنزلهم لأنها تعرف بخصوص أن والده سوف يتزوج لأنه هو الذي أخبرها، لكنها تظن أن البنت التي سوف تأتي لمنزله هي بنت صغيرة. وهو أيضا لم يشرح لها هذه النقطة وقال لها أنها تبدو جميلة، لكن الأمر الذي يرهق تفكيره هو كيف يفترض بهما أن يتصرفا كأخ وأخت. لتقول له تلك البنت أنه من الأفضل له أن يتصرف بشكل طبيعي فقط. بعدها انتهى العمل وعاد للمنزل، وكان الوقت متأخر لكن وجد أنها لا زالت مستيقظة. بعدها جلسوا ليتحدثوا مع بعض وهي حكت لها القليل من حياتها قبل أن تأتي لمنزلهم، وقالت له أنها لم تكن تلتقي بوالدتها كثيرا بسبب عملها، لكن هذا اليوم خرجوا للتسوق مع بعض وهذا الذي لم يحدث منذ مدة طويلة جدا، لهذا هي تعتبر أن هذا اليوم كان ممتع جدا بالنسبة لها. بعدها هو ذهب للاستحمام، وعندما انتهى ذهب عندها ليخبرها بأن الحمام فارغ الآن ويمكنها استخدامه، وهي شكرتها على ذلك وهو ذهب. بعدها في الغد هو عندما استيقظ وجدها تقوم بإعداد الفطور وسألها هل نامت جيدا، لتقول له نعم لقد نمت جيدا، وشكرت على الماء الساخن النقي جدا الذي تركها البارحة لها، وهو قال لها أن هذا من واجبه، لكن هي قالت له ألا يكررها مرة أخرى لأن ذلك يعتبر تضييع للماء، وهو كان موافق على ذلك.
بعدها هي ذهبت للمدرسة، لكن لم يذهبوا معا بل هي ذهبت قبله، وهو عندما ذهب للمدرسة وجد أنها هناك، لكن جاء عنده صديقة وقال له أنه ليس من حقه أن يتدخل في قصص حب الآخرين، لكنه لا ينصحه أن يتحدث مع آياسي، ليقول له أنه فهم الأمر بالخطأ، هو لا يريد أن يذهب ويتحدث معها، بالإضافة إلى أنهم سمعوا بعض الإشاعات عنها. هو تفاجأ وسأله ما هي هذه الإشاعات التي سمعتها، ليقول له أنها فتاة بائعة، يعني أنها فتاة تقوم ببيع جسدها مقابل المال. يوتا لم يستطع أن يصدق ذلك، ليسأله عن سبب هذه الإشاعات، ليقول له أنه السبب أن لديها شعر أشقر وأقراط في أذنها، بالإضافة إلى أنه لديها نظرة بغيضة في وجهها تبقي الناس بعيدين عنها دوما، بالإضافة إلى أنها تبدو مثيرة للمتاعب ولا تنسجم مع فصلها أبدا، حتى أن بعض الناس يقسمون بأنهم رأوها تغادر حي فندق الحب، وهو مكان سيء السمعة. ليقول له يوتا أن هذه مجرد إشاعات، ليرد عليه صديقه أنه يعرف أحد الشباب يلعب في كرة القاعدة في المدرسة وهو قد تقدم لها مؤخرا، وسأل هل يريد أن يعرف بماذا هي، أجابت ليقول له نعم، ليرد عليه أنها قالت له أنها سيئة كما تفيد الإشاعات فحسب، يعني أن الإشاعات حقيقية، بالإضافة إلى أنها قالت له أنها لا تريد أن توعد أي أحد. ليرد عليه يوتا يمكن أن ذلك الشاب قد كذب لأنه ربما تعرض للرفض فحسب، لكن صديق يوتا متمسك برأيه لأنه قال أنه دائما يسمع نفس الرواية من أشخاص من نوادي أخرى، وربما لو سمعها مرة أو اثنين قد تكون إشاعة، لكن عندما يتكرر ذلك دائما فالأمر يصبح حقيقة. بعدها صديق يوتا سأله كيف تسير الأمور الآن، فقد أصبحت لديه أخت صغيرة الآن. ليرد عليه يوتا أجل الأمور تمشي بأحسن طريقة ممكنة، وهم لحد الآن لا يعلمون أن آياسي هي أخت يوتا الآن، وحتى هو الآن يفكر بألا يخبرهم بأي شيء. بعدها قرروا أن يذهبوا لتغيير ملابسهم لأن لديهم حصة الرياضة، والكل كان يلعب إلا هو كان يراقبها لأنها تجلس وحيدة منعزلة عن الكل. واقترب منها وسألها ألن تلعبي، هي قالت له أنه أخافها، وسألت لماذا يتحدث معها هنا، ليقول لها أنه عندما لا يشارك شخص يعرفه ويبقى منعزل وحيد فذلك يزعجه ويقلقه. لترد عليه هي إذن يريد الأخ الكبير أن يوعد أختها الصغرى، ليقول لها أنه ليس في موضع يسمح له بأن ينصح أي أحد، لكن هو لم يتوقع بأنها سوف تختار التنس مثله، لتقول له أنها اختارت التنس بسبب صديقتها. بعدها هي سألت لماذا هو اختار التنس، ليقول لها أنه لم يكن سببا مهما، وهو اختار التنس بسبب أنه لا يوجد مباريات لفريق، لأنه لا يحب الاعتماد على أي أحد ويحاول البقاء بعيد عن الجميع. بعدها سألها هل هي تواجه صعوبة في الانسجام مع زميلاتها في الفصل، لتقول له ربما ذلك ما يحصل معها أيضا، لهذا هي تقضي أغلب الوقت لوحدها، وبسبب ذلك تجد الوقت الكافي لتجلس مع نفسها والاستماع للموسيقى. بعدها انتهى ذلك اليوم الدراسي، وهو من المدرسة ذهب إلى الدوام الجزئي لأنه يشتغل، وعندما عاد للمنزل وجد أن زوجة أبوه جهزت لهم العشاء، هو شكرها على ذلك واعتذر منها لأنها اضطرت لكي تقوم بذلك قبل الذهاب لعملها، لكن هي قالت له أنه ليس عليه أن يعتذر فهذا واجبها، وذهبت لعملها وهو ذهب لغرفته. بعد ذلك بوقت قصير هي جاءت للمنزل ودقت عليه في غرفته وهو أعطاها الإذن بالدخول، وعندما دخلت قالت له أنها عادت، وهو قال لها مرحبا بعودتك، ولاحظت أنه يدرس لهذا قامت بإضاءة الغرفة لأن ذلك مضر لعينه، وقالت له أنه صراحة يبذل المجهود عظيم، يعمل ويدرس ويجد الوقت أيضا للمراجعة في المنزل، ليقول لها هو هل هذا الشيء كبير جدا؟ لأنه اعتاد على الأمر لدرجة أنه أصبح بالنسبة له عادي. بعدها هي سألت هل يعرف أي أعمال بدوام جزئي تقدم رواتب جيدة، لأنه غالبا تريد أن تشتغل، لكن طلباتها كانت صراحة كبيرة جدا، هي تريد أن تشتغل لساعة أو ساعتين مقابل 10,000 ين، ليقول لها أنه على ما يعتقد من المستحيل أن تجد عمل بهذا الراتب وهذا الوقت، لتقول مع نفسها إذن يجب علي أن أستمر في البيع. هو عندما سمع ذلك فزع من مكانه لأنه اعتقد أن كلام صديقه عن الإشاعات حقيقي، ليقول لها هو أنه يعتقد أن من الوقاحة أن يتدخل في أمورها الشخصية، لكن هو يعتقد أنه ينبغي عليها أن تهتم بجسدها أكثر.
لتقول هي أنها تهتم بنفسها كثيرا، لهذا السبب هي تريد أن تكسب الكثير من المال. ليسألها هو هل سوف تستطيع أن تقول هذا الأمر لأمها، لتجيب بالتأكيد أستطيع، وهي تعتقد أنه غالبا سوف يسعدها ذلك وسوف تقول نضجت حقا. هو قال أن هذه طريقة تربية أبناء غريبة حقا، لتسأل هي هل والده لم يكن سعيد عندما قام بفعلها هو أول مرة، ليرد عليها أنه لو فعل ذلك لكانت مشكلة كبيرة. بعدها سألها لماذا هي تتكلم كما لو أنه يفعلها أيضا، لترد عليه هي ألم تذكر أي شيء عن العمل في الأمس، لأنه في الأمس قال لها أنه يعمل بالدوام الجزئي وتركها وذهب لعمله، ليفهم بعدها أنها كانت تتحدث عن العمل وأنها لم تكن تتحدث عن بيع نفسها. وهو عندما فهم الأمر اعتذر منها كثيرا وطلب منها المسامحة، وهي قالت له ألا يهتم بالأمر، فعليه أن يأكل طعامه قبل أن يبرد. وهي قالت له أنها تعلم بأنه مشوش بسبب الإشاعات في المدرسة بسبب ملابسها، لكن بالنسبة لها هذه الملابس هي السلاح الذي يساعدها في النجاة في المجتمع، فهم يخوضون حروب حتى لو لم يروها. وسألت هل رأى أمها اليوم، ليقول لها أجل، وسألت هل هي كانت جميلة، ليقول لها أجل، لتقول لها أن أمها تخرجت من الثانوية وليس لديها أي مستوى دراسي ممتاز أو جامعي أو لديها شهادات في أي مجال. وسألت ألا يزعج هذا الأمر، ليقول لها لا لا يزعجني، لترد عليه أنهم متزن العقل، لأن غالبا الناس في اليابان يعتمدون على الشهادات لتقييم الناس، لكن هو تفاجأ من هذا الأمر، لتقول له أنه سمعت للكثير من الناس لم يكونوا حياديين مثله عندما يرون أن هناك امرأة تخرجت من الثانوية وهي جميلة جدا وتعمل بالليل، يظنون أن عملها عمل سيء وأنها إنسانة سيئة جدا، ويعتقدون بأنها امرأة غبية وتسخر شكلها من أجل كل شيء وتقوم بكسب المال بجمالها فقط. ليرد عليها هو أن هذا مجرد هراء، لأنه لا يمكن استخدام هذا المنطق للحكم على الناس، بالإضافة إلى أن هناك البعض عندما تكون الفتاة ذكية لكن غير جميلة يعتبرونها متعالية ومثقفة أكثر من اللازم، لكن عندما تكون جميلة لكن غبية فيقولون أنها امرأة استغلالية محبة للمال تستخدم جسدها للعيش، وإذا اعتمدت مرأة جميلة على الرجل يقولون بأنها عالة تعيش حياة الرخاء، لكن إذا عملت بجد لأجل نفسها ينعتونها بالفاشلة المسكينة التي لا تمتلك أي أحد تعتمد عليه. ليقول لها هو أنه فهم قصدها تماما، لتجيبه أنه بسبب هذا الأمر هي تسلح نفسها بهذه الملابس، لهذا يجب أن تكون ملابسها وتبدو هي أيضا جميلة جدا قبل أن تنجح أو تعمل. ليسألها هو هل هي راضية على ذلك، لأن الأمر يبدو مرهق كثيرا، لتقول له أنه حتى لو استهلك ذلك الكثير من الطاقة، فما دامت تستطيع أن تثبت لهم بأنهم مخطئون فهذا أمر يستحق كل الجهد المبذول فيه. بعدها هو بدأ يتذكر حياته مع والدته التي لم تكن ظاهرة بشكل جيد، لكن هي أيقظت من ذلك التفكير عندما سألته أليس هو يفكر مثلها، ليقول لها أنه ليس لديها القوة مثل القوة التي لديها هي، لتقول له هي أنه في أعماق قلبه هو لا يريد أن يعتمد على أحد ولا يريد من أحد أن يعتمد عليه، لهذا هو يحتاج القوة لكي يدير ويدبر نفسه. ليسألها هو هل لهذا السبب هي تبحث عن عمل، لتقول له أجل، لأنها تريد أن تعتمد على نفسها. ليرد عليها هو أنه سوف يرى إذا استطاع أن يحصل لها على المعلومات من أجل العمل، وهي شكرت لكن هي لا تستطيع أن تقبل ذلك بدون مقابل. ليرد عليها هو أنه يريدها أن تقوم بتحضير حساء الميسو له يوميا، لتقول له هل هذه هي فكرته عن الاعتراف بالحب، ليقول لها أن الأمر ليس كذلك، فاليوم كان أول مرة منذ سنوات يأكل فيها حساء الميسو والأكل كان شهي جدا، لكن يعلم بأن آكيكوسان لديها العمل لهذا سوف يثقل عليها بهذا الطلب وهو لا يريد ذلك. لترد عليها هي أنه لا مانع لديها فهي لا تمانع الطبخ، وهو رد عليها أنه سوف يبحث عن عمل يساعدها في أن تكون مستقلة وهي في المقابل سوف تطبخ له. بعدها في الغد أبوه قام بإيقاظه باكرا لأن هناك أمر غير طبيعي يحصل، وهو عندما استيقظ ذهب ليرى ماذا حدث، ليجد أن أياسي تطبخ، ليسألها ما الذي تفعلينه، لتقول له أنه اتفقوا في الأمس، ليقول لها أجل لكن ذلك الأمر كان في العشاء فقط،
يعني سوف تطبخ له العشاء فقط. اللي ترد عليه هي أنها رأت أنه عليها أن تقوم بإعداد الفطور أيضا، لأن سياستها الشخصية تقول بأنه عليها أن تعطي أكثر مما تأخذ. بعدها جلسوا للفطور، والأب أكل فطوره وذهب بسرعة لعمله، لكن يوتا لم يأكل كثيرا. لتسأل هي ألم يعجبها الفطور، ليقول لها لا ليس كذلك، بل هو اعتاد أن يأكل البيض مع صلصة الصويا فقط. لهذا هي اعتذرت منه، لأنها اعتادت على أن تضع الفلفل الأحمر في البيض، ليقول لها أن الأمر ليس خطأها بل خطأه لأنه هو لم يخبرها. لتقول هي أنه من الآن فصاعدا سوف تحاول أن تسأل دائما عن الأشياء قبل أن تفعلها. بعدها هو ذهب لعمله، وهناك التقى بالكوهاي الخاص به، يعني الشخص الذي يفوته رتبة في العمل، وكانوا يتحدثون حول يوتا الذي يريد أن يستقل ذاتيا عندما يتخرج من الثانوية. لهذا هو يعمل ويدخر المال من أجل ذلك. عندما أرى هذا الأمر صراحة أشعر بالغرابة، لأنه عندما كنا نحن في الثانوية كان آخر شيء نفكر فيه هو الاستقلال. أظن أنه لم نفكر أبدا في الاستقلال عندما كنا ندرس في الثانوية. صراحة لا أعرف في ماذا كنا نفكر عندما كنا ندرس في الثانوية، لكن هذا الأمر ليس مهم، فهم كوكب اليابان. لتقول له تلك الكوهاي أن ما يفكر فيه أمر جيد، لكنه سوف يكون مرهق له. ليقول لها أنه المنزل سوف يصبح صغير مستقبلا، بالإضافة إلى أن لديه أخت في نفس عمره. لتقول له أن وجود أخت في نفس عمره يمكن أن يكون عون كبير بالنسبة له، فإذا كان لا يستطيع أن يعيش بمنفرده فكل ما عليه أن يبحث عن شخص يساعده، ليقول لها هو حتى لو كنت عبء عليه. لترد عليه أن ذلك ليس أمر مهم، كل ما عليه أن يعمله هو البحث عن شخص يهتم به حقا، لأنه لا يمكن أي أحد أن يعيش في العالم بدون أن يعتمد على شخص آخر. حتى أغنى الأغنياء في العالم يعتمدون على الناس، لهذا ليس عليه أن يفكر في أمور صعبة جدا، كل ما عليه أن يأخذ الأمور بكل بساطة. وطلبت منه أن يعيد التفكير بخصوص عائلته. بعدها هو عاد للمنزل وجلس مع أخته، وقال لها أنه لا زال يبحث عن معلومات حول العمل. بعدها جلسوا للعشاء، وفي الغد هو في طريقه للمدرسة التقى بها في الطريق أيضا، وهي كانت ترتدي السماعات لهذا لم تسمع السيارة التي كانت قادمة باتجاهها، ولو أن يوتا لم يراها لكانت قتلتها على الفور، لكن هو تدخل وقام بإنقاذها. وعندما انتهت حصة الرياضة بدأت تمطر، وهي لم تحضر معها مظلتها، لكن هو أحضر واحدة لهذا أعطاها لها، وهو ذهب للمنزل بدون أي مظلة. وعندما وصل للمنزل كان مبتل بشكل كامل، لهذا ذهب لكي يستحم، وهو كان يفكر في كلامها البارحة عندما قالت له أنهم يخوضون معارك حتى لو لم يكونوا يرونها. وهي في تلك اللحظة كانت في طريقها للمنزل، لكن لم تأتي لوحدها بل أحضرت معها صديقتها. وهو عندما رأى صديقة آياتي في منزله تفاجأ. لتنتهي الحلقة الثانية من الأنمي. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وملتقانا.